هعمل دلوقتي بقى ايه السمبوسك بتاعتي. السمبوسك اللي احنا قلنا امبارح ان احنا هنعملها باللحمه بالجبنه، سمبوسك او بورك وات ايفر هي مسماها ايه، هي في الاخر بتبقى مثلثات محشيه جبنه وحبه بركه لو تحبي. انا بحط صوص تخين معاها كمان مع الجبنه عشان الجبنه تبقى بتمط، يعني بحط زي بشاميل تقيل مع الجبنه جوه السمبوسك ده علشان تكون طريه وبتمط، فاللي بياكلها مش عارف هو بياكل ايه، بياكل حاجه بتمط معاه كده طماحل. العجينه بتاعتي كوبايتين دقيق، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره كورن فلاور، بس معلقه مليانه، معلقه صغيره مليانه نشا او كورن فلاور، تلات ارباع كوبايه حليب سخن جدا، فانا اللبن الحليب هحطه في الميكرويف يسخن قوي ما يغليش، اللبن ما ينفعش انه يتغلي في الميكرويف يا جماعه هيفصل، فناخد بالنا من النقطه دي دايما، اللبن سخنيه في الميكرويف بس اوعي ان انت تغليه في الميكرويف عشان هيفصل، فالدهون اللي فيه هتعمل مشكله فصل الدهون في الميكرويف. يبقى كوبايتين دي، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره كورن فلاور، معلقه صغيره مليانه كورن فلاور، تلات ارباع كوبايه لبن سخن جدا، ربع كوبايه زيت ادي وملح طبعا. دي مقادير العجينه بتاعتنا. خلاص الحشوه بتاعتي عباره عن ايه؟ كوبايه موتزاريلا، كوبايه حليب، معلقه كبيره مليانه دقيق، نص معلقه صغيره حبه البركه، وملح، ملح حوالي نص معلقه ملح. ادي اللبن سخن معايا. هقول المقادير من تاني. كوبايتين دقيق للعجينه، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره مليانه كورن فلاور، تلات ارباع كوبايه حليب سخن جدا، وربع كوبايه زيت. الحشوه بتاعتي كوبايه موتزاريلا، كوبايه حليب، معلقه كبيره مليانه دقيق، نص معلقه صغيره حبه البركه، وملح. هعمل ايه؟ هعمل الحشوه بتاعتي الاول. ادي اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، بتاع الحشوه، هحط فيه الدقيق وهقلبهم. المعلقه بتاعت الدقيق مليانه بحيث يبقى البشاميل يعني جامد مليانه قوي، وبروح رافعاها على النار وحاطه فيها ملح، ما تكتريش ملح عشان الجبنه الموتزاريلا بيبقى فيها ملح، فخدي بالك، فهي نص معلقه ملح صغيره وخلاص. وهاجي هبتدي اعمل العجينه. النشا بيخلي العجينه تقرمش، عشان كده هي العجينه دي فيها نشا، ما فيهاش لا بيكنج باودر، ما فيهاش خميره خالص علشان تبقى مقرمشه، بس لازم ترتاح، يعني مش معنى ان ما فيهاش خميره او بيكنج باودر ان انا اشتغل بيها على طول، لا، علشان تفرد معايا بسهوله وتقفل، خصوصا ان انا هعملها بالقطاعه، انا هعملها بالقطاعه المثلثه. وزي ما قلت لكم قبل كده القطاعات دي لما اجي اشتريها اهم حاجه اخد بالي منها ان الحرف بتاعها ده يكون حامي، اعملها كده باصبعي، لو حاميه يبقى هتقفل لي العجينه كويس، لو هي مش حاميه من هنا ما تحسش انها حاميه، يبقى العجينه معايا هتفتح وهتبوظ السمبوسك بتاعتي، فخدي بالك كويس جدا ان هي تكون حاميه الحرف بتاعها ده علشان تقفل معاكي كويس. ادي البشاميل، بصوا اهو خلص معايا اللي انا حطيته بتاع الحشوه، تجيبه لنا يا شال الاول قبل ما احط فيه الحاجه. ايوه اهو بيغلي، هشيله من على النار، ابعده من على النار كده، واروح حاطه فيه الجبنه الموتزاريلا. بسم الله، وحبه البركه، واروح مقلباه وهسيبها تهدى، ما ينفعش احشي وهو سخن، العجينه هتتقطع معايا، لازم الحشوه تبرد، علشان كده انا ابتديت بالحشوه اهي. بصوا الجبنه كده دابت معايا وساحت في الصوص، ممكن ازود حبه البركه شويه عشان بحب طعمها، وهسيبها تبرد، بعتها على النار وهنسيبها تبرد، ما ينفعش تاني ان انا اشتغل باي حشوه، اي حشوه احش بيها اي عجينه وهي سخنه، العجينه هتتقطع معايا، هتتفرتك معايا. هرجع للعجينه نفسها، ادي الدقيق والنشا او الكورن فلاور اللي موجود عندك كلاهما واحد يعني، وادي الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم،
وهحط برضو الملح، برضو مش كتير لان الحشوة فيها ملح، بس هي رشة ملح. وابتدي اقلبها وانزل عليها باللبن السخن. وهخليها تتعجن. زي ما قلت العجينه فيهاش لا خميره ولا بيكنج باودر، ما فيهاش اي نوع يرفع الخميره، بس هخليها ترتاح اهي. هتتعجن لغايه لما تلم تماما، تلم العجينه كلها. بعد ما عجنها هسيبها ترتاح. انا طبعا هطلع فاصل على ما هي ترتاح، بس لسه انا مستنيها تلم كلها. ايه لو حسيت ان هي محتاجه نقطه، اشوفها ممكن نقطه ميه، نقطه ميه برضو. الميه اللي هحطها سخنه نقطه. يبقى اللبن بحطه عليها سخن. اقول لكم ليه؟ علشان ادي الدي والنشا صدمه من السخونه الجامده، فبعد كده لما تيجي تحمري العجينه تبقى العجينه مقرمشه قوي معاكي، وتفضل مقرمشه بعد ما تبرد كمان، ودي نقطه مهمه انها تفضل معاكي مقرمشه بعد ما تبرد. ده البوريتوس بتاعنا يا شال اهو خلص، والعجينه اهي، العجينه كده خلصت زي ما احنا متعودين. ادي ده البوريتوس طلع. احنا ممكن نقلبه يا احمد عشان نشوف كل حاجه من جوه. نجيبه لك قوامين المرس. العجينه بتاعتي خلصت والحشوه بتاعتي خلصت. هريح العجينه والحشوه تبرد. احنا عملنا البوريتوس وجهزنا العجينه بتاعت السمبوسك او البورك زي ما انتوا عايزين تسموها، وجهزنا الحشوه وهنبتدي نحشيها. العجينه لازم تريحيها عشان بصي ما تمطش معاكي، العجينه تبقى طريه. وبعدين هتفرديها رفيعه قدر الامكان، يعني رفعي قد ما تقدري عشان برضو تبقى مقرمشه معاكي. بنرفعها اهي خلاص. وبعدين هجيب القالب ده واروح حاطه العجينه فيه، وهحط جواها الحشوه. الحشوه ما تكتريش عشان لما تيجي تتني هحطها في النص بالظبط، عشان لما اجي اتني القالب ده ما تطلعش الحشوه لبره، ولو طلعت الحشوه لبره مش هيلزق، هلاقيه جه هنا على الاطراف دي فمش هيلزق، فما تكتريش عن كده. وبعدين بصي اتكي جامد وابتدي شيلي العجينه الزياده كده. بصي هيفضل هنا باينه العجينه دي، خليها علشان ما تفتحش معاكي، يعني ما تشيليش العجينه خالص، لا خلي فيها حته علشان ما تفتحش معاكي. خلاص اهي. ما تدهنيش القالب ده زيت، لو ادهن زيت العجينه مش هتقفل كويس في بعضها، هلاقي لما اجي اطلعها لزقت في بعضها وطلعت من هنا وما اتكبستش كويس، فما تدهنوش اي حاجه. اهم حاجه بس زي ما قلت لك ان ده يبقى حامي من هنا. ادي السمبوسك هنعمل واحده. يا مدام سماح. الو صباح الفل يا مدام ايه. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا قمر كله تمام. زي القمر ما شاء الله عليك. الله يخليكي يا حبيبتي، عينيا ليكي يا روحي. بعد اذنك عاوزه اول طبق بعد اذنك. عينيا من عينيا. وممكن استاذنك رقم تليفونك؟ هيديهولك في الكنترول. في الكنترول ان شاء الله. ادي هعمل واحده تانية بس بسرعه. زي ما قلنا تبقى رفيعه، رفعيها. العجينه اللي بتاخديها على الحراف بعد كده بتشيليها دي بترجعيها تاني، وهنعملها مع بعض مش بنرميها، والا مش هيعمل لك حاجه العجينه يعني. كده اهو، وزي ما قلت لك معلقه صغيره في النص بالطول كده بحطها، واروح قافلاهم واشيل العجينه كده اقصها كده. لو فضل هنا زيادات خليها ما تشيليهاش علشان تبقى ماسكه في بعضها. دي برجعها تاني هنا اهو على العجينه التانيه كده اهو. وبعدين بنحمر السمبوسك دي في زيت سخن، يعني يبقى بتسخن بس مش درجه حرارته عاليه قوي علشان ما تتحرقش. خدي بالك ان هي بتتحمر بسرعه. حاجه تانيه عايزه اقولك عليها، لو ما استعملتيهاش في ساعتها هتحطيها في الفريزر زي ما اتفقنا قبل كده. اي معجنات بنحطها في الفريزر بنفردها على الصينيه
واشيلها كده اهو. دي الصينيه، ده طبعا طبق مش هينفع اخش الفريزر، لكن زي مثلا دي صينيه المعجنات برصها جنب بعض واروح احطها في الفريزر زي ما هي، وبعد ما تتجمد اروح فكها من الفريزر، مطلعاها ولمها وحطها في كيس. السمبوسك دي لما تطلع من الفريزر ما تقعدش اكتر من 5 دقايق بره وتتحط في الزيت، والا هتلزق في بعضها والا هتفتح معاكي، فدايما هي 5 دقايق. لو انا هقلي كميه كبيره هاخد شويه شويه من الفريزر اقليهم، ما اطلعهاش كلها بره على مقلي، شويه منها يكون الباقي باظ، فخدي بالك من النقطه دي.